بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، الشمس يستع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءت عبر الزمان وجدتها لا تغربي. ما البدر في عليائه ما أنجم زهرا، ما بدا نور من كوكبي. ما الشمس في كبد السماء ما نورها، ما نورها إلا شعاع دان من نور حضرة النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة يا ربي ترضيه وترضيك عنا يا رب العالمين. حقا ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، ما في الحياة بقاء وما فيها ثبوت. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت. تموت كل البرايا فسبحان من لا يموت. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، هيا بنا لنعطر المكان بآيات الرحمن، آيات الرحمن القرآن الكريم. القرآن الكريم معجزة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آيات الله البينات يتلوها علينا قارئ الشباب الأول بجمهورية مصر العربية، إنه فضيلة القارئ ابن القارئ الشيخ علي محمد علي الطاروطي، قارئ تربى وترعرع وسكن وعشعش في جدران بيته القرآن الكريم. بارك الله في والده لأنه تعلم وتربى وتتلمذ على يد والده القارئ الإذاعي الكبير، بارك الله لنا فيه، القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام لنعيش مع آيات الله البينات يتلوها علينا قارئ الشباب الأول بجمهورية مصر العربية، القارئ الشيخ علي محمد علي الطاروطي. يتفضل منا مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا
الريحات جنات. جنات تجري من تحتها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. نعم يا مولانا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله
الله مثلا كلمة طيبة. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا.
سيدنا النبي عليك اشعاري. بسم الله ما شاء الله. يجدد الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذي بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة رزقناهم سرا وعلانية.
وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بها وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام
وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. تقبل دعاء ربنا وتقبل.
بالدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. وهكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمعنا واستمتعنا من كتاب الله الكريم ذلكم العلم القرآني قارئ الشباب الاول بجمهورية مصر العربية القارئ الشيخ الشاب علي محمد علي الطاروقي القارئ ابن القارئ والقارئ الذي تربى وترعرع وسكن وعشعش في جدران بيته القرآن الكريم الذي تربى وتتلمذ على يد والده القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمد علي الطاروقي قارئ الإذاعة والتلفزيون في مصر والعالم الإسلامي. بارك الله لنا في قارئنا الجليل الشيخ علي وحفظه من حفظه بحفظه يا رب العالمين. وبارك الله لنا في الهرم الأكبر الهرم الطاروقي الأكبر والأول بمصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي. أسأل ربي في علاه أن يحفظهم جميعا بحفظه يا رب العالمين آل الطاروقي الأعلام. وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا الدولية الحاج محمد الخولي المقيم بالعوزجة مركزية شرقية مخازن الفراشة والهندسة الكهربائية الحاج السيد خميس خدمة النت عبر العالم والأوسع انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي فهي لعبيد مصوري مصر المهندس ناصر صلاح تحت إدارة المهندس محمد ناصر والمهندس صلاح ناصر صلاح. أيها السادة شكر الله مسعاكم جميعا.